أيها الأحبة في الله، إن الحياة مهما مضت أيامها وانقضت سنينها وأعوامها، فإنه لا بد لأصحابها من نهايتها. لا بد للإنسان أن يقف تلك الساعة الأخيرة من هذه الدنيا لكي يلقي عليها آخر النظرات، على الأبناء والبنات وعلى الإخوان والأخوات، لكي يتفطر قلبه على فراق ما هناك من الأحبة. ولقد كتب الله عز وجل على كل صغير وكبير وجليل وحقير أنه صائر إلى الله العظيم الكبير، فقال الله تعالى في كتابه: ينعى للعباد أنفسهم كل نفس ذائقة الموت. فلا بد لهذه الحياة من هذه النهاية المحتومة، ولا بد لهذه الحياة من هذه الغاية المكتوبة. ولكن ما إن يقف الإنسان عند هذه النهاية حتى يتفطر قلبه حزنا وألما، يتفطر قلبه حزنا وألما على الناس وعلى الأحبة والأقربين. ولكن هناك حزن ليس هناك حزن أعظم منه، وهناك ألم ليس هناك ألم أشد منه، حينما يبكي على ساعات ليله ونهاره، حينما يحس من قرارة قلبه أن الحياة انتهت وأن المهلة قد انقضت وأنه قد صار إلى الله جل وعلا. لذلك ما إن ينتهي الإنسان من هذه الدنيا إلا وقلبه في حزن وهم وغم على ما فرط في جنب الله، يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لذلك أيها الأحبة في الله، حقيق بكل مؤمن بالله أن يعرف قيمة هذه الحياة، وأن يعلم أن الله تبارك وتعالى لم ينعم عليه بهذه الساعات واللحظات عبثا، ولم يمتعه بهذا الوجود سدى. ما خلقك الله إلا لأمر عظيم وخطب جليل كريم، لكي تتعطر الحياة بطاعة مولاك، لكي تتعطر الحياة بمحبة من أحياك، لكي تطيب الحياة بالقرب من الله في السعي في كل ما يرضي الله. لذلك فإن من أجل نعم الله جل وعلا على العبد أن يلهمه اغتنام هذه الحياة، أن يلهمه اغتنام الساعات واللحظات في تقربه إلى الله فاطر الأرض والسماوات. إنها الغنيمة الباردة والتجارة الرابحة التي يمسي الإنسان ويصبح فيها وهو قريب من الله. فكم من أيام قربت القلوب إلى ربها، وكم من ليال شوقت القلوب إلى خالقها. إنها الغنيمة الباردة والتجارة الرابحة، حينما يغنم الإنسان الساعات واللحظات فلا تمضي عليه ساعة من يومه ولا ساعة من ليله إلا وهو في ذكر أو شكر. ولقد أنزل الله جل وعلا كتابه المبين، وبعث رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم لكي يحيي في القلوب، لكي يحيي في القلوب هذا الأمر الجليل، لكي يتحرك الناس إلى عبادة الله رب الجنة والناس، لكي يكون ليل الإنسان ونهاره مطية له إلى طاعة الله ومرضاة الله. ألا وإن من أعظم ما يوفق الإنسان له لاغتنام هذه الحياة ذكر الله جل وعلا، ذكر الله الذي سبق به المفردون. فقد خرج صلى الله عليه وسلم في سفره
فقال لأصحابه: سيروا، هذا جندان سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.